السلام عليكم ورحمة الله. هل حنعرف حاجة جديدة بالنسبة للقناة بتاعت اليوتيوب؟ فعندنا هنا أنا عندي فيديو رفعته يا دوب، هم ملاحظين أبريل 28 قبل شوية رفعته، فعاوز أعمل عليه بعض التعديلات. فأول حاجة عايز أدخله في واحدة من البلاي ليست، وعاوز أدخله على البلاي ليست باي انفورماتيك. بعد ذاك بضغط باشر عليه علامة القلم، فبجيب لي اللي هو المربع ده الطابق بتاع الفيديو ده. هنا الديسكريبشن، ممكن نضيف أي حاجة، المهم هو كيف نضيف اند سكرين والكاردز. الاند سكرين مجرد ما اضغط عليها كده تيجي عليه خيارات كثيرة، مثلا ده خيار DNA fingerprint SSR، لكن أنا ما عاوز فيها ديليت. طيب ممكن أعمل element فيديو، مثلا بلاي ليست، سبسكرايب، channel، ممكن أضيف أي حاجة في نهاية الفيديو. مثلا أنا عاوز أضيف فيديو وأقول له choose آخر. طيب فممكن أختار من سيليكو VCR. طيب اعمل عليه element تاني، المرة دي اختار subscribe، تاني اختار element، اديه فيديو تاني اقول له مثلا SSR designing، نقول له مثلا نختار nested PCR، تاني اقول له element، المرة دي اقول له فيديو بس فور فيور موست ريسنت ابلود. ممكن نخليها في موست ريسنت ابلود، لكن طبعا ممكن نخلي الخيار ده، نقول له ممكن هنا نعدل الزمن، مثلا هنا نعملها 15، نضغط على هنا 15، عزيرة 15، عزيرة 15 حبيبة كده بقيت مناسبة شوية، أقول له سير. طيب كده هتظل بالنسبة للكار، أقول له أضيف كار، فمثلا في مناطق محددة، مثلا عاوز اضيف كارد في نمرة في تقريبا الدقيقة رقم 6، اقول له اضيف كارد. سيليكون، اقول له تاني يمكن ودي تاني قدام في 8، اقول له create بكده عملت كار، بكده بتكون محفوظ. طيب كده عملنا اند سكرين وعملنا كار. برضو من الحاجات اللي بتزيد المشاهد هي التاكس، نقول ان سيليكو، نقول تاني. طيب ممكن نعمل عشان تقدروا تشوفوها اللي هو مثلا
نقول مثلا عاوزين نكتب ان سيليكو سيليكو بي سي ار. طيب نضغط هنا ملاحظين بدون مسافة من سيليكو بي سي ار. نضغط على نعم تظهر معنا طبعا. يقول لك شيء نرجع